يا بشان الشباب، صار وقت الأكل. طبعا أذني كلن جوان بيض وفرخات طيور مال العراق، فضاضة يشعل بسود تور صفر حناني كمرليات شعل بسود طبعا ذاك كان قفص مال بريدينج مال تفريخ. وذني عندنا طواير هنا فارديهم، هم صار وقت اكلهم معهم. وهنا عندنا الفحلة تقريبا كل النوعيات اكو موجودة. تحياتي للجناية.